السلام عليكم أخوتي. اليوم اشتريت فراولة وحبيت أشوفكم إياها. هاي الفراولة سبحان الله على شكل يد تدعي رب العالمين. هذه رسالة، أنا أعتبرها رسالة من رب العالمين إلنا، أنه خلي نشوف النبات صاير يعبد رب العالمين أكثر من عدنا إحنا البشر. فشوفوا هذا خلق رب العالمين. هاي الحالة بالعراق محافظة نينوى. فشوفوا، واليوم 10/3/2020، شوفوا هذه الحالة أخوتي، وخلونا شوية نتعظ ونرجع لربنا لعل وعسى أنه خلصنا من هاي الكوارث والأوبئة والأمراض. يد تدعي على يد على تدعي من 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 رب العالمين. شوفوا اخوتي، هذه على شكل يد صغيره تدعي من رب العالمين. الاصابع، الابهام، الاصابع، وهذه حتى تشوفوها وتتعظون وكلتنا نتعظ. زين اخوتي، ونتمنى واتمنى انا من الله سبحانه وتعالى الهداية للجميع، لنا احنا اولا والبقية، بل كنت لعل وعسى انه الله سبحانه وتعالى يخلصنا من هذه الاوبئة ويخلص جميع العالم من هذا الوباء القاتل. وشكرا جزيلا لكم.